انت ما تقول لي وينك، مره تيجي ومره تختفي، وين تولي؟ روح على السيارات، روح اغسلهم. يلا يلا هسه ابغسل السيارات. ويلي عليك عمو، انت محظوظ كلش. شوف لك لا تصير دبسز، لا تحكي هيك، احكي عدل لا صح لك. ويلي العفو عمو نوري، انت فهمتني غلط، انا قصدي اقول لك شي حلو، انت بفضلي مكتبك راح ينزل بالجرايد. اها دلال شفتي، كنتي عصبية علينا، هو بلسانه قال انا قلت للصحافة خاين. ولك اثوان، يعني انت اللي توصل اخبارنا على الصحافة ها؟ لكم دقيقة اخوان، انتو فهمتوني غلط، يعني انا دا اسوي اعلان لهالمكتب. وشلون تدبر هاي علي كمال؟ البارحة خابروا من الصحافة رادوا يسوون اعلان ويا سنان. صحافة؟ زين انت تعرف منو اللي خابر؟ احمد كمال. احمد كمال؟ ما اعرف هيك شخص. شنو شنو؟ يعني انا يعني كل يوم اقرا جرايد بس ما سمعت عن هيك واحد، ما اعرفه. انا هم ما اعرف. المهم عمو نوري، انا انطيت عنوان سنان، هسه دا يسوون تقرير هناك، واني هم رحت هسه جاي من هناك، بس ما فوتوني جوا. انا ناسي شي بالتاكسي هسه، بس اجيبه واجي. ما افتهمت ليش ما فوتوني جوا. تفضلي عمو ياسر، انت دزيت احد يم سنان اللي بالمكتب حتى يسوون تقرير؟ لا ابد. اسمه احمد كمال اعتقد. بنتي احنا ماكو احد يمنا بهيج اسم، اكو شي بالموضوع. انا هم هيجي قلت عمو ياسر. المهم مع السلامة. خبرت الصحافة قالوا ماكو واحد يمنا بهالاسم. انت جد تحكي بنتي؟ خابرت كل الارقام اللي بالجريده ماكو. لعد هذول منو اللي ببيت سنان؟ اويلي سنان كان يسوي لي حركات غريبه وما افتهمت عليه. كان يسوي احكي لي. هيك ولك بابا قايل خابر الشرطه. اويلي انت شلون افتهمت واني ما افتهمت؟ ايش راح نسوي هسه؟ انا خابر الشرطه وانتو شباب روح البيت سنان، يلا بسرعه. تمام. ذهب مالتي، اخذوه وروحوا، عوفونا كافي عاد. والله وعد من يمنه، كل شي ما نقول للشرطة. اكو غير شي بالبيت هنا يا ولد؟ لا عمو، لو اكو كان قلت لك. هي صحيح. طبعا عيني يقولون، شلون ما يقولون، لازم يقولوا لكم. ولكم انطاية صرتوا ويا الحرامية وبكتوا البيت وياهم يا ثول. شن سوي عمو سنان، خو ما نخليهم يكتلونه. شكت لك. دقيقة، هذا الذهب مزيف. مزيف؟ انت شو تقول؟ احنا في ذاك الوقت اشتريناه بكامة فلوس. اي عيني شلون مزيف، مستحيل هذا الذهب مزيف، هاي حديد مخليهم بماي مال ذهب. شوفي مستحيل، شلون يصير هيك شيء؟ من اللي يسوي هالشي؟ سنان. نعم عمه. هاي هم وحدة من سوالفك التعبانة مو؟ والله عمه صدق، اني تذكري من مرة سويت حادث بالتاكسي فكان لازم اصلح السيارة وما كان عندي فلوس، لذلك بعت الذهب، وحتى ما تعرفون انتو خلي الذهب مزيف بمكان. سنان لك شنو من بشر انت؟ ايش اسوي يعني حنين؟ لو ما مسوي هيك كان شلون اصلح السياره؟ واذا ما صلحتها عمو نوري يطردني من الشغل. تريدين يطردني؟ بس انت لا تخافين حبيبتي، انا بس اجمع كم فلس اشتري لك سوارات. انت متت سنان. انا راح اموتك بايدي. عسكتوا، اكو غير شيء بعد بالبيت احكوا. يبو اخوي هم الباب ندق، خلي انا وياك نروح نشوف شنو القصه. امشي امشي، يلا امشي، يلا خلي نروح، بس ارجع هاي بمكانها. اوف تفضل. يب. مرحبا اخوي، كنتم موصين على مي، تاخرت اعذرني، كان الزحام كلش هواي اخوي، وعلى مود هاي انا تاخرت عليه. مو مشكله اخوي، انت غالي وعزيز، لا تتعب نفسك، اذا تريد اني اخذها. لا اخوي شلون اخليك تشيل، اني اشيلها على المطبخ واخذ الفارغ. اسمح لي وخر شويه، وخر وخر، اشو وخر. سيدي اكو واحد اللاخ جوا. انت بلغ جماعتنا. تمام. شرطة ارفع ايدك، ارفع 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 ايدك، لا تسوي شيء، اموتك والله. اخذوه يلا اخذوه، امشي امشي لك ولي. يلا عيني اخذوهم يلا. اشكرك هواي يا سيدي،
ما رخصتك، عندنا موضوع عائلي لازم نحله هسه، تسمح لنا؟ ايه طبعا تفضلوا. سنان حياتي. نعم حبيبي. يعني انت تبدل الذهب مالتي بمزيف مو؟ ها؟ ممكن اوضح لك حنونة. بدلت فلوسي بالمزيف مو سنان؟ هاي هم اقدر اوضحها عمي. اليوم انت ما حد راح يخلصك من ايدينا. سيدي ساعدوني احموني، اش مدريني اي حماية يعني، مد ايدك يعني بس فدوة اروح لك بس طلعني من هاي المشكلة. سنان طبعا انا اتمنى بس مو من طبعي اتدخل بين المرة ورجلها. موضوع عائلي اخوي روح. يا ابو اخ بطني ظهري انكسر يابا، اخ بطني اخ ظهري اخ بطني اخ ظهري اخ بطني اخ ظهري اخ بطني.